السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نعمل واحد عصير ديال الرمان. بقاو معايا باش تعرفوا المقادير. كنحتاجوا الرمان الكمية اللي على حسب الرغبة ديالكم. انا هنا عندي يعني 4 كيلو، يعني 250 غرام. كنحتاجوا الدانون ديال الفاني، انا هنا عندي ديال الخوخ. كنحتاجوا اللبن، ماشي الحليب، اللبن يطرد اللبن. وكنحتاجوا السكر على حسب الرغبة. دابا غنطحن هاد المكونات مع بعضياتها، بعد ان شاء الله نطلق. هنا طحنت الرمان واللبن والسكر. دابا غادي نضيف لهم دانون، يعني دانون الفاني. انا ما عنديش الفاني، عملت الخوخ. ونضيف عاوتاني هاد اللبن وغنطحن بعد ان شاء الله ونطلق. بعد ما كنطحنوا العصير ديال الرمان كناخذوه وكنصفيوه، ومن بعد ان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي ديالو في الاخر كي كيجي. العصير ديالنا ديال الرمان ها هو وجد، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي زوين وكيجي المذاق ديالو رائع. ويمكن لكم تضيفوا يعني السيرو، الا كان عندكم سيرو ديال الرمان على حسب الرغبه ديالكم، راه كيجي رائع وكيجي زوين. نتمنى ان شاء الله تجربوه. الا عجبكم الفيديو دعموني في القناه ديالي، قناه امازون للطبخ على اليوتيوب. مرحبا بكم، نتمنى لكم دائما الخير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وبالصحه والراحه.